جاتني الشركة وقالوا يا علي نبغى نوظفك وبنعطيك راتب. والله طيب ما سوي مهم، تعرف قبل ما تتوظف لازم يجروا عليك فحوص، الفحوص كلها طيبة ما عدا لما جاءوا ايش اسمه يوتنوني، يسميه توتين عن الجدري. ما يصير، قمت تعفرت عليهم، مسكوني اثنين الين عملوا لي التوتين هذا. خلاص توظفت، بعد شهر اعطوني 90 ريال راتب. اخذت 90 ريال وجيت عند الوالد الله يرحمه، قلت له تفضل يا والدي هذا راتبي. قام اعطاني 20 ريال قال اعطيها والدتك، و10 ريال لزوجة ابوك اللي انا عايش معها الان، و10 ريال لك. هذه 40 ريال راحت، بقى 50 ريال عند الوالد له يصرف على البيت فيها. خلاص الحين صرت موظف رسمي، راتبي 90 ريال مبسوط. ما كملت 9 أشهر جاء أمر بفصل كل واحد أقل من 18 سنة، نظام العمل والعمال يقول ما يوظف إلا من هو أكبر من 18 وطالع. ففصلنا خلاص. طيب إيش أسوي؟ أنا عندي أب وأم وزوجة أب، أنا العائلة الوحيد لهم، أخواني الكبار كل واحد متزوج وعنده عياله، ما حدا يصرف عليه. ايش اسوي؟ رحت للقاعدة اللي يديرونها الامريكان وظفوني. ليش وظفوني؟ لان قلت لهم اعرف حساب، اعرف طباعة، اعرف انجليزي، اعرف عربي، تعلمت هذه في مدرسة الجبل في الفترة اللي كنت مع اخي قبل ما اتوظف. مهم وظفت، والله ما اتذكر ايش الراتب، لكن الاهم من هذا كان فيه واحد من الضباط الكبار يجي في الاسبوع مره واحده من ايطاليا، الظاهر كانت عندهم قاعده هناك، يجي كل اسبوع ويجيب لي تفاحه حمراء كبيره من ايطاليا. عمري ما شفت تفاحه في حياتي، فكنت اخذها اوديها البيت شققها ونوزعها على الوالد والوالدة والوالد زوجة أبي وعلى قطعة. ما عمرها كانت، ما في تفاح ذاك الوقت في البلد. يوم الله أراد فصلي من جديد جات الطيارة، بس هالمرة طيارة أكبر شوي والمراوح شغالة. أنا ركبت الطيارة من فرحتي إنه هذا بيجيب لي التفاحة، بس اللي حول في الأول واحد ثاني عليه نجوم وعلى صدره علامات، ما هو خوي، اللي خوي حول بعدين رتبته أقل من هذول اللي حولوا في الأول. هذا اللي حول في الأول أمر بفصلي، قال هذا الولد جاي يركض الطيارة يمكن يقتل نفسه مع المراوح هذه اللي شغالة، دخيلكم افصلوه. فصلنا. طيب وإيش يسوي؟ تركنا القاعدة. الآن رجعت لأرامكو، يأست خلاص ما في فائدة. لما أبغى أرجع، أنا ماني صغير هذاك الوقت، عمري يمكن 11-12 سنة. قلت لهم أنا بدوي عمري 20 سنة، لكن والدي ما كان عنده شعر كثير وأنا ما يطلع لي شعر إلا بعدين.
ما كان عندي لا شراب ولا دقن. فقالوا شوف يا علي، احنا نبغاك لكن لازم تجيب لنا اذن من الحكومة نوظفك. طيب اعطوني شيء يقول الكلام هذا، اعطوني. رحت للأمارة الدمام، كان الحاكم الأمير ذاك الوقت سعود بن جلوي. مين كان مدير المكتب؟ كان مدير المكتب واحد اسمه عبد الله الملحوق الله يرحمه، هذا كان أستاذي في اللغة العربية في مدرسة الجبل. قال لي ايش جايبك يا علي؟ والله يا طويل العمر أنا ظلمتوني، أنا بدوي عمري 20 سنة ويعدوني عمري 12 سنة. ما هو صحيح، لازم عليكم من إني ما عندي لعية. بعدين بتجي هذه. ضحك هو، قلت له أبغى أشوف الأمير. قال لي لا يا علي ما في داعي، أنا بعطيك ورقة تروح تشوف الدكتور حسن. هذا الدكتور حسن دكتور عيون باكستاني في الدمام، إذا قال عمرك 17 بعطيك ورقة توظيف. قلت له لا بالراحة، أنا عمري 20 سنة بتشوف. رحت عند الدكتور حسن، كشف الأسنان، طلع في العيون، في الأذون، كل شيء. قال لي طيب افسخ سروالك. قلت له تعقب؟ عيب افسخ السروال؟ قال شوف تبغانا عمرك افسخ السروال. فسخنا السروال ما شاف شيء، قام كتب 12. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يا دكتور حسن أنا 20 بس قابل 18، يعني ما عندي مانع تحط 18. شافني دمعت شوي، بكيت يعني، قام غيرها وسواها 16. قلت له أرجوك شوف أنا 20 وقلت لك قابل 18، أنا قابل 17، إيش رأيك؟ طالع فيه شافني دمع عيوني، قام غيرها 17. خلاص طرت من الفرح أنا 17. إذا أركض عند الله يرحمه عبد الله، شفت أنا والله قبلت 17 بس أنا 20 بس مظلوم. ضحك وعرف إنه فيها، أعطاني ورقة وقال لي توكل على الله. جيت لي أرامكو قلت لهم شوفوا أنا عمري الحين 17 توظفوني، عندي أمر بالتوظيف. يعطونا شيء يسمونه الورقة الحمراء التوظيف. بس عاد كيف وظفوني الآن؟ ما عاد وظفوني مراسل، وظفوني يسموه جونيور كليرك، يعني مساعد كاتب، 125 ريال الراتب، ما هو 90 ريال. فخلاص عاد خلاص بدأت حياتي العملية بهالوظيفة هذه.